السلام عليكم. البريست يعرف انه موديفاي سويت جلاند سكريتد سكريت الميلك، يكون بالفيميل ويل ديفلوب، بينما بالميل يكون ريدمنتري، ويعتبر امبورتنت اكسسوري جلاند اوف ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم. المين جلاند بالريبرودكتيف سيستم هو الاوفري، البريست هو اكسسوري جلاند اوف، طبعا هو الاكزوكراين. واي اي نوع من الاكزوكراين؟ هو ابوكراين. الاكزوكراين تصنف according to their secretion in two three type: ميزوكراين، ابوكراين، والهالوكراين. الميزوكراين السيل سكريت السبستنس باي اكسوسايتوسيس مثل البنكرياتيك اسينال، والابوكراين هي البورشن اوف ذا سيل ممبرين that contain the excretion اللي يكون buds of، زين، يعني جزء من الجدار الخلية ينطرح ويا السكريشن مالتها. الهولوكراين هو ال entire cell disintegration يصير بيها اثناء ما تطرح السبستنس مالتها مثل السبيشس جلاند. فالبريست يعتبر اوبوكراين جلاند، اوكي اوبوكراين. الشيب اوف ذا البريست يكون فاري اكوردنج تو ذا ايج. فبالادلت ادلت باليونج ادلت يكون هيمسفيريكال والابكس ماله ات ذا نبل، بينما بالليت لايف يكون بندولس، يكون متدلي. وطبعا divided into four quadrant: subro medial و subro lateral، subro medial subro lateral و infra medial و infra lateral. From the subro lateral اكو extension، هذا يسموه axillary tail، هذا extend to the axilla. طبعا هي البريست يقع بالسوبرفيشال فيشيا، يعني يعني فوق الديب فيشيا. فهذا التال يخترق الديب فيشيا اكستند تو ذا الاكزيلا اند ريست ان ذا البوستيريور وول. قلنا السيتويشن هو بالسوبرفيشال فيشيا اوف ذا البكتراليس ريجن، هاي البكترال ريجن، هاي البكترال مصل. فوق البكترال مصل اكو بكترال فيشيا، ديب بكترال فيشيا، بعدين السوبرفيشال فيشيا. within السوبرفيشال فيشيا البريست بريزنت، اوكي. التل اوف ذا بنكرياس بيرست الديب فيشيا تو لاي ان ذا اكزيلا. البريست هاز نو كبسول، لذلك ممكن ان ايزلي تو بي سيبريتد فروم ذا اندرلاين ديب فيشيا. معناه اكو سبيس، بوتنشال سبيس بتوين البريست اند الديب فيشيا، يسموه ريترو ميموري سبيم. الريترو ميموري سبيس هو لوز كونكتيف تيشو اور بوتنشال سبيس بتوين البريست اند الديب بكترال فيشيا. هذا يسمح allowed some degree of the movement. اوكي. بالكارسينوما، بالكارسينوما may be invaded هذا الـ هذا السبيس باي باي ذا كارسينوميتال سيل. فالبريست will be elevated during contraction of the pectoralis major. وعلى مود test the integrity of the space، فش سويت؟ ask the patient to put her hand on the hips and press to tense her pectoral muscles. Okay. فمن راح يسوي هالحركة هاي؟ راح يصير contraction للمصل، فيصير تقدر تشوف انه اكو extension للتيومر to the muscle through the space or no. extension of the breast، البيس اوف ذا breast constant، بالرغم من ان السايز اند الشيب اوف ذا breast differ according to the age and the age of the state of the patient او الفيميل، اوكي. بس البيس يكون كونستانت، اكستند فروم ذا سكند تو 6 ريب بالميد اكزيلاري لاين،
and from the edge of the sternum to the mid axillary line. زين يعني horizontally يمتد من الرب الثاني الى الرب السادس بالميد اكلافيكولار لاين وvertically from the sternum edge of the sternum to the الميد اكلافيكولاري لاين ميد اكسيلري لاين هاي كلها منطقه البيس اوف ذس اوكي التال اوف ذا بنكرياس قلنا يخترق الاكسيلري فيشيا ثرو ذا فورامين ان ذا ديب فيشيا تسمى فورامين اوف لانجر زين يدخل الاكسيلا deep to the pectoralis major and rest on the posterior wall of the axilla the posterior اللي هي subscapularis muscle زين subscapularis and the axillary tear is the only part of the breast lie deep to the deep fascia the breast كله يكون superficial زين location or extension of the nipple يكون lie in the fourth space deep relation of the space قلنا شنو اسفل البريست اسفل البريست اكو ريترو ميموري سبيس قلنا ريترو ميموري سبيس اللي قلنا يسمح الى some degree of movement و deep fascia covering البكتراليس ميجر يسموه بكتراليس فاشيا زين هاي مو كل مو كل المسافة هاي بيكون بالأبر بارت اللور بارت باللور بارت يكون انفرولاترال بارت يكون هذا lie on the serratus anterior muscle and اللي هي interdigitated with the external abdominal oblique muscle اوكي الانفرولاترال الانفروميديال بارت lies on the upper part of the rectal sheath اوكي الركتال شيء. الستركتشر اوف ذا بريست يتكون من ثلاثة ستركتشرات هو سكن بارينكايما وستروما سكن بها سكن وبي البارينكايما والستروما واحدة السكن هذا بي النبل النبل هي عبارة عن كونيكال بروجكشن زين بلو سنتر اوف ذا بريست at the level of the fourth intercostal space. تمتاز هاي انه بعدم وجود الفات هي طبعا من السكن عدم وجود الفات وتمتاز بيكون بها smooth muscle longitudinal and circular fiber of the smooth muscle fiber زين under sympathetic innervation okay فتكون responsible for the erection of the nipple هاي واحدة ثالثا تحتوي على فتحات تقريبا من 15 الى 20 فتحة للاكتفرس داكت هاي اكون الاكتفرس داكت قلنا هاي الجلاند هو يكون شنو لوب لوبز اوف ذا جلاند عبارة كل لوب عبارة عن مجموعة من الالوفيولاي ولهم داكت واحدة هاي الداكت واحدة تفتح بالنبل كل داكت تفتح سبرتلي زين وهن عدد اللوب هو عدد من 15 الى 20 اربعه تكون ريتش انرفيشن لها هاز ريتش نيرف سبلاي اوكي المنطقه الثانيه الموجوده بالسكن هي الاريولا هي هايبر بيجمنتد اريا اوف سكن سراوندنج النبل تحتوي على موديفاي سبيشيس جلاند قلنا البريس هو موديفاي سويت جلاند بينما السبيشيس جلاند هي الموديفاي سبيشيس جلاند القاها بالاريولا اريولا وقلنا هاي اي نوع من السكريشن هولوكراين السبيشيس تكون هولوكراين اللي يكون شنو الانتاير سيل تكون ديسنتجريتد تو اكسكريت السكريشن مالها اوكي هاي السبيشيس جلاند فهاي لها اسم لانه موديفاي مو عاديه لها اسم مونتجمري جلاندز اوف مونتجمري اريولا جلاند اللي موجوده هي سبيشيس جلاند اسمها مونتجمري زين هاي الجلاند تكون اللارج ديورنج بريجننسي
وكون secrete oily substance protect الأريولا and the skin. Okay. النبل والأريولا devoid of the hair part. الأريولا يكون vary in size and color. At puberty تكون large and become more pigmented. والdepth of color يعتمد على ال woman's skin color. زين تكون big بينك بالوايت نيلي بارس يعني الغير الغير والده امراه ما والده يسموها نيلي بارس اوكي فتكون بينك بالوايت فيميل اوكي وبالنيجرو تكون دارك براون اوكي تزداد بالبرجنسي الكلر يكون ديب براون يعني تتحول من ديب يزداد تكون مور بلاك و after pregnancy the color diminish but never return to its origin origin okay. خلصنا احد مكونات البريس هو السكن نجي على البارينكايما البارينكايما هذا هو نقصد به الجلاندولار تيشو اللي سكريت الميلك ويكون هذا عبارة عن 15 الى 20 لوب radiating out from the nipple and a tail of pancreas okay tail of pancreas okay each lobe يحتوي على cluster of the LPR and drain by separate or isolated duct يسموها lactiferous duct وهاي lactiferous duct near its termination يصير بها dilatation يسموه sinus lactiferous sinus okay زين والتيل طبعا التيل هم بالجلاندولار تشو ايضا التيل اوف بنكرياس اللي موجود ديب تو ذا ديب فيشيا يكون هم بجلاندولار تشو نفس الستر هذا التيل يقول هو عباره عن اكستنشن فروم ذا السوبرولاترال بورشن كوادرنت اوف ذا بريست upward laterally towards the inferior border of the pectoralis major to the axilla يحتوي على largest amount of glandular tissue then and the percentage of breast cancer is higher in the tail of pancreas هنا يبين لك نسبة البريست تشو البريست تشو بالايتش كوادرنت وهنا نسبة المالجنسي ان ايتش كوادرنت نلاحظ انه اد ذا السوبرولاترال اللي يطلع من عند التيل يكون اكثر نسبة يصير مالجنسي وكذلك السوبرولاترال اكثر نسبة بجلاندولار تشو اوكي جلاندولار تشو الميديال كوادرنت يكون ذا الاقل يكون الاقل اوكي الاقل فهذا التيل اوف يدخل قلنا من الديب فيشيا بفتحه موجوده بالديب فيشيا بالميديال اكزيلري وول وبعدين يخترقها ينتهي به الى ان يكون على البوستيريور وول اوكي هذا التيل اوف بنكرياس العفو اوف ذا بريست يكون يصير له بي enlargement during lactation during lactation or in the woman during lactation يصير بي prominent يظهر واضح زين فواحد يكون يخاف يقول هاي صار عندها شنو ورم صاير ورم هو طبيعي هذا اذا لقيناه بالاكزيلا ورم هذا هو من البريست هايبرتروفي للبريست تيل البريست تيل يكون هايبرتروفي ديورينج لاكتيشن هذا نورمال اوكي نورمال الثالثا الستركشر الثالث هو الستروما الستروما هو الفريم ورك اللي موجود وتكون نوعين اما فايبرس وفاتي الفايبرس هاي صار على شكل سبته شوف هاي قلنا مو الجلاندولار تشو سكين جلاندولار تشو بين الجلاندولار تشو لوبس اكو فايبرس سبتا هاي فايبرس سبتا يسموها سسبنسري ليجامنت اوف كوبر اوف كوبر زين هاي ميل تمتد من السكن الى البكترالس فيشيا البكترالس من السكن الى البكترالس فيشيا زين مينتين ذا البريست فورم ان ذا الابرايت بوزيشن
زين ان ذا الابرايت بوزيشن. اذا صار بها هاي قد يصير بها انفلتريشن باي مالجنانت سيل زين، فيصير بهن شورتنينج، فاذا صار شورتنينج راح تسحب السكن انورد فيسوي ديمبلينج اوف ذا اوفرلاينج سكن. اوكي الثانيا عندي الفات ستروما وهو البلك اوف ذا بريست، هو الفات اكثر شيء هو الفات الموجود اكثر شيء. السسبنسري ليجمنت هذا بعد نقطه عندنا مهمه شيء، من الريدنس اكو ابسس من اكو خراج عندي بالبريس واريد افتحها، احنا عاده اي خراج نفتحها بالبوينت اوف ماكسيمم فلكتشوليتي زين، المنطقه نفتحها هوريزونتالي ونفتحها، بينما بالبريس لا نفتح دائما نفتح راديال انسجن نسوي. ليش؟ تو افويد الكاتنج اكروس a number of lactiferous duct. okay لانه arranged radially لانه lactiferous duct arranged later. اثنين to avoid the spread of infection from one lobe to another across the suspensory ligaments. okay ولهذا يجب ان نفتح احنا الفيميل بريست. الفيتشر اوف ذا البريست during pregnancy إلها تتغير، فإلها يصير إنه التيل قلنا يكبر ونقدر نشوفه يعني برومينت وبارز. اثنين يكون الفينز دايليتد فين، يكون دايليتد فين سين أوفر ذا بريست سكين. النبل أند الأريولا ديبلي بيجمنتد أند الأريولا جلاند إنكريز إن نمبر بلد سبلاي أوف ذا البريست. arterial blood supply هي ينقسم الى قسمين، lateral half and the tail of the breast supplied by lateral thoracic branch of the second part of the axillary artery. هذا الاكزيلري artery يعطيني بينقسم عده برانشات، السكند بارت مالته يعطيني اللاترال ثوراسيك. هذا اللاترال ثوراسيك هو المين بلاد سورس اوف ذا بلاد تو ذا اللاترال هالف اوف ذا بريست، اند اللاترال برانش فروم ذا البوستيريور انتركوستال ارتري. الانتركوستال ارتري تعطي برانشات، هاي اللاترال برانش تجهز اللاترال هالف. اذا اللاترال هالف الى تو سورس اوف ذا بلاد، هي من اللاترال ثوراسيك برانش اند فروم ذا من الاكزيلا اند فروم البوستيريور انتركوستال ارتري. الميديال هالف ياخذ البلد سبلاي، السورس اوف ذا بلد سبلاي از ذا انترنال ثوراسيك ارتري، بيرفوريتد برانش اوف ذا انترنال ثوراسيك ارتري، اند الونج ذيس ارتري رانينج ران الليمفاتيك فازلز زين تو البارال استرنال لنف نود زين، ومع دائما هاي البرانشات يصاحبها لنفاتيك فازلز زين، اللي احنا دائما بالبريس ناكد على اللنف درينج. ليش؟ لانه المين سورس اوف ذا سبريد اوف ذا الكارسينوما، والكارسينوما اوف ذا بريست از ذا نمبر 1 ان ذا الفيميل. اوكي بينما كارسينوما اوف ذا بريستات از ذا نمبر 1 ان ذا الميل. الفينوس درينج اكو عندي يعني الفينوس درينج هي فولو الارتري اند درين انتو ذا انترنال ثوراسيك والاكسترنال والاكزيلري فين والبوستيرير انتركوستال فينز. اوكي بوستيرير انتركوستال فين، هذا البوستيرير انتركوستال فينز مهمه جدا بالسبريد طبعا التيومر، السبريد اوف التيومر، اما ان يكون لوكال انفيجن او يكون لمفاتيك سبريد او يكون بالهيماتولوجيكال سبريد عن طريق الفين، يصير السبريد عن طريق الفين السبريد. بالكارسينوما اوف ذا بريست الماجوريتي اوف ذا السبريد يصير على اللمفاتيك، واذا صار هذا واذا صار بالهيماتولوجي بالهيماتولوجيكال سبريد يصير عن طريق البوستيرير انتركوستال فين، بوستيرير انتركوستال
vein. وبذلك يصير disseminated to the vertebrae, to the skeleton, and to the central nervous system. واضح؟ nervous central nervous system. هذا ليش؟ لأنه عنده connection. لأن البوستيريور عنده connection ويا الانترنال ثوراسيك فينوس بلاكسس، فيصير سبريد عنده كونكشن ويا الانترنال ثوراسيك. النيرف سبلاي، النيرف سبلاي البريس سبلايد انرفيتد باي انترن الانتيريور اند لاترال كوتينيوس برانش اوف ذا فورث تو سكس انتركوستال سبيس. هذا شيء يجهزه؟ يجهزه سوماتيك وسمباثيك، يعني سنسري، السنسري والسوماتيك انرفيشن فور ذا بلاد فيزلز اند سموث مسل فايبر اوف سكن اند نبل. اوكي، بينما الجلاندولار تشو الانرفيشن مالته هذا هرمونال اور عن طريق الافرنت امبلسز الاسوشيتد وذ السكينج. زين، فيسوي ريفلكس سكريشن اوف ذا برولاكتين اند اوكسيتوسين. اوكي، اكو عندي نيرف مهم اسمه انتركوستوبراكيال نيرف اللي هو لاترال كوتينيوس برانش اوف ذا سكند. احنا قلنا البريس يجهز باللاترال كوتينيوس والانتيريور كوتينيوس اوف ذا الاربعه الى الخمسه انتركوستال. اكو اللاترال كوتينيوس اوف ذا سكند انتركوستال سبيس، هذا دائما يجي اسمه ويا البريس. ليش يجي اسمه؟ لان هذا يخترق الانتركوستال مسلز اند سيريتس انتيريور ويروح الى الاكزيلا على مود يجهز الميديال سايد اوف ذا الارم. اوكي، ميديال سايد اوف ذا الارم هذا يخترقهن ويفوت، يعني يفوت من نفس القريب من المنطقه هاي. لذلك بالجراحه قد او بالسبريد اوف تيومر قد انجرد هذا النيرف، انجد هذا النير. اوكي، فيشعر المريض نمنس وسنسيشن لوس بالميديال اسبيكت اوف ذا الار اوف ذا الار. اللمفاتيك درينج هو اهم موضوع بالبريست، هو اللمفاتيك درينج. ليش قلنا؟ لانه السي اي اوف ذا بريست السبريد مالها تندنسي تورز ذا لمفاتيك سبريد اكثر. اوكي، ومهم جدا لانه نعرفه، لانه على مود نحدد اللاين اوف تريتمنت والديورنج سيرجري ايضا على مود شنو الليمف نود اللي نشيلها انفولفا، وكذلك نحدد البروجنوسيس اوف ذا الديزيز. اللاترال اللاترال هالف اوف ذا بريست يعني عنده الدرينج ماله يكون towards the axilla while the medial part of the breast يروح drain to the parasternal lymph node group. زين، واكثر شيء التيومر قلنا حسب هنا ما هذا شفنا انه بالسوبرولاترال اسبيك، لذلك الاكزيلا تكون undergoes metastasis اكثر. زين، اللمف نود درينج اوف بريس هي اكثر شيء، هي 75% قلنا الى الاكزيلري لمف نود، الى الاكزيلري لمف نود، ويا الاكزيلري لمف نود هي خمسه موجوده بيها، فيا هي الانفولف الانتيريور البكترال والبيزل السنترال والابيكال. اوكي، 20% قلنا يروح الى الباراسترنال اللي تكون على جانبي الانترنال ثوراسيك ارتري. زين، لمفاتيك ثورس ارتيك 5% الانفروكلافيكولار والسوبروكلافيكولار والسبسكابولار لف نود اللي موجوده على اللي خصوصا اذا اللي درين التال اوف ذا بريست. 5% تو ذا الابدومين. ليش يروح along ذا اللمفاتيك along الريكتال شيث الريكتال شيث؟ اللمف درينج من يكون
يعني التيومر من يكون involved or separate to the inferior clavicular والcontralateral side والanterior abdominal, هذا معناه انه صاير obstruction للusual pathway, lymphatic pathway. الusual lymphatic pathway هذا اللي عددناه انه يكون اكثر شيء يروح الى الى الاكزيلاري, و20% الى الباراسترنال. زين, فاذا راح لهذني المناطق الكونترولاترال سايد والانفرال كلافيكولار والانتيرير ابدومينال وول, هاي معناه صاير ابستراكشن لليوجوال باثوي اوف ذا لمفاتيك درينج. اوكي, ليجوال. ومن يوصل للانفرال كلافيكولار والسوبر كلافيكولار, هاي معناه الليت ستيج اوف ذا تيومر, وبنفس الوقت صاير عنده سيستميك disseminated spread للتيومر, يعني منتشر بالجسم صاير, وكري اباد بروجنوسيس. الليمف درينج قلنا لاترالي يروح البكترال ريجن, ومن البكترال ريجن يروح البيزال يعني السنترال, وبعدين الابيكال, وهسه نجي نشرحها شنو هذني, والى ومن الابيكال يروح الى السوبروكلافيكولار ليف نود. من يوصل السوبروكلافيكولار يعني ات از وور, صاير الى الاند ستيج. الميديال سايد اذا سبريد ميديالي تورز قلنا الباراسترنال ليف نود, ومن عندها قد يروح الى الابوزيت بريست اند اكزيلا, او يروح upward الى الانفروكلافيكولار اور سوبروكلافيكولار دايركتلي, اور داونورد through the communication of the lymphatic of the rectal sheath الى الامبليكس. بالامبليكس راح يصير الميتاستاسيس الى الامبليكس, يسموها سيستر جوزيف, سيستر جوزيف نوديول. زين, ومن عندها يروح يخش الى الليفر, الفالسيفوم ليجامنت اند الليمف نود الموجوده بالبورتا هيباتس. لذلك من واحد يقول لك هاي مريضه عندها معروف انه عندها كارسينوما اوف ذا بريست وجايه صاير عندها جوندكس, شنو تفسيرك؟ تفسيري له انه صاير سبريد ثرو داونورد ثرو ذا كوميونيكيشن وذ ذا ليمفاتيك اوف ذا ريكتال شيث تو ذا الامبليكس, ومن الامبليكس ثرو الفالسيفورم ليجامنت تو ذا ليمف نود اوف ذا البورتا هيباتس. والبورتا هيباتس الليمف نود راح يسويها انلارجمنت اند تسوي بريشر اون ذا كومن بايل داكت, ويصير ابستراكتيف جاندكس. واضح, يصير ابستراكتيف جاندكس, او يصير له ديسيمينيشن, يصير له داخل الابدومن يوصل الى الاوفري. وبهالحاله اذا بريس صار ميتاستاس صار سكندري صار بالاوفري, يسموه كريكنبرغ تيومر, كريكنبرغ تيومر. واضح, وهاي السيستر جوزيف ناديول اوف ذا الاكزيلاري لنف نود. قلنا الاكزيلاري لنف نود خمسة اكو, ودائما احنا نعتمد على تقسيمهن, نعتمد على البكتيرالس ماينر مصل والاكزيلاري فين. فاللي تكون along the inferior border of the البكتيرالس ماينر, هاي الانتيرير جروب او البكتيرال جروب, اللي هي تكون المين لنف نود او ذا فيرست لنف نود درين الميتاستاسيس. اول وحده يصير بها ميتاستاسيس هي البكتيرالس مين. زين, اللي تكون على البوستيريا, على البوستيريور وول, على على السبسكابولاريس مسل, يسموها البوستيريور جروب, وهاي درين الدرين فروم ذا التال اوف بنكرياس. زين, تيل اوف بنكرياس, يعني تيل اوف بنكرياس قلنا راح يخترق الديب فيشه ويوصل الى الاكزيلا وان كونتاكت ويا السبسكابولاريس مسل. اللاترال جروب هاي الونج الاكزيلاري فين, هاي ما لها علاقه بالبريست, هاي درين الابر لم, درين الابر لم. اوكي, درين ابر. وعند السنترال هاي امبيدد ان ذا الفات اوف ذا الاكزيلا, هاي ريسيف
افرنت ريسيف افرنت فروم ذا الانتيريور والبوستيريور انتيريور واللاترال انتيريور واللاترال اوكي انتيريور واللاترال هي كل في نود بها بها افرنت وبها افرنت زين فالافرنت الجاي الى الانتيريور هو يجي الليمف اللي يجيها من ال من البريست واللي يطلع من عندها يروح الى السنترال الى السنترال اما اللاترال اللي يجيها الافرنت مالها من الليمف يجيها من الابر ليمف اللي يطلع منها الليمف يروح الى السنترال السنترال اللي يطلع من عندها يروح الى الابيكال الابيكال اللي يطلع منها يروح الى السوبرو السوبرو كلافيكولار سوبروكلافيكولار ليمف اوكي فاللي الانفولف بالميتاستاسيس اوف ذا بريست كانسر هي السنترال والبوستيرير الانتيرير والبوستيرير والسنترال والابيكال والابيكال فهي درجه مالتهم يعتمد على السيفيريتي اوف ذا الديزيز اند الديجري اوف ذا سيفيريت بالبدايه يصير بالانتيرير بعدين يصير بال من يزداد اكثر البادي بروسس اكثر يصير بالسنترال بعدين يصير بالابيكال سنتينال لينف نود هاي نقصد بها ذا فيرست لينف نود ريسيف اللينف فروم ذا برايمري تيومر يعني هسه بالبريست المنو سنتينال لينف نود الانتيرير لينف نود في حاله اذا كان التيومر ب السوبرولاترال اذا كان بالميديال سايد راح تكون السنتينال لينف نود راح تكون البارا سنترال البارا سترنال لينف نود اوكي هاي ليش مهمه لانه هاي احنا طبعا نقدر ان يعني نقدر انه نحقن صبغه وهاي الصبغه تنقل عن طريق الليمفاتيك تلون وياخذون صوره شعاعيه يحددون السنتينال ليف نود فاذا السنتينال ليف نود سليمه معناه ما عنده ميتاستاسيس بس اذا السنتينال ليف نود انفولد معناه هذا شنو لازم تفحص الوراها تشوف رايح للوراها اكثر فاذا بس هي يعني معناه هذا البروجنوسيس مالته فد 70% 70% يعيش 10 سنين اوكي اذا عابر عنها انه راح يقل البرسنتج مالته البروجنوسيس يصير 35% وهكذا لنف اديمه هذا يعني الايد تورم نتيجه الى اللنف مالتها صار له ابستراكشن ليش ما يصير له درينج لللنف هذا يصير لي بحالتين اما يصير بالليت ستيج اوف ذا اكزيلاري لنف نود انفولفمنت بحيث انفولف السوبروكلافيكولار لنف نود فصاير شنو صاير ابستراكشن فمن يجي من اللاترال اكزيلاري لنف نود مال الايد ما يصعد الى السوبرو كلافيكولار ليش لان صاير شنو بلوك صاير فيتجمع اللنف بالايد اوكي او يصير بوست اوبراتيفلي عندما ريموف يصير يعني بلاند دايسكشن ريموف الاول لنف نود فيشيلون اللنف نود كلها من الاكزيلا فكومبليكيتد باي lymph adenopathy okay in the لذلك examination of the lymph node axillary lymph node of the very important in the examination of the breast يعني اذا سالك الاكزامينر وقال لك افحص البريست اهم نقطه تفحص اولا تفحص البريست وبعدين تفحص السليم وبعدين تجي الى البريست المريض يعني تفحص بايلاترالي وتفحص الاكزيلري لنف نود بالبوث سايد اوكي بالبوث سايد وتفحصهن كلهن كل النود الانتيرير جروب البوستيرير جروب السنترال جروب الابيكال البوستيرير تفحصها بهالصوره هاي تجي فروم ذا بيهايند البيشنت اوكي فروم بيهايند البيشنت along البوستيرير fold axillary fold الانتيرير لا تجي من الانتيرير سايد along ال يعني under the
الاكزيلري انتيرير اكزيلري فولد زين اكزيلري فولد السنترال لا بالدبث اوف ذا الاكزيلا تمد ايدك اوكي بالدبث فبالدبث تفحص السنترال والابيكال الماموغرافي شنو هذا هسه نحن نحكي احنا مصطلحات يعني تفيدكم بالدروس الاخرى ماموغرافي يعني هذا اشعه تكون لو باورد اكس راي تكنيك زين تفحص لك الانترنال ستراكشر اوف ذا بريست تساعد في تشخيص البريست بروبلم بريست امبلانتيشن هاي سيرجيكال بروسيجر فور انلارجمنت البريست يزرعون فد ساكس من السيليكون اوتر شيلز سيليكون وبداخلها اما سلاين او سيليكون جل ويدخلوها الانسجن اما من الاكزيلا اور اندر البريست اور اراوند النبل على مود يمنعون الاجل سكار وهذا الامبلا يخلوها جوا البكتيرالس ميجر مسل جوا البكتيرالس ميجر مسل او بتوين البريست اند البكتيرالس بالريترو ميموري سبيس بريست ابسس قلنا اهم نقطه بالبريست ابسس لدرينج يصير بالراديال انسجن وعرفنا شنو السبب التهاب البريس يسموه ماستايتس البناين تيومر هو فايبرا ادينوما وهذا بناين تكون اهم ميزه بها موبايل بينلس وتقدر المريضه تفحص نفسها باستمرار فاذا شافت غده تتحرك فهاي عمليتها سهله اكسجن نسوي وريموفال المالجنسي المين فيتشر اوف ذا المالجنسي اولا اللمب والبريست يكون فيكسد ليش نتيجه الانفلتريشن للليترو ميموري سبيس فالبريست تيومر فيكسد تو ذا الاندرلاين بكتيرالس فيشي هاي النقطه اذا صار عندك ريتراكشن اور بيكرينج للسكن هاي قلنا نتيجه الى الكونتراكشن للسسبنسري ليجمنت فراح يصير بي شورتنينج الى ويسوي بيكرينج اور ريتراكشن للنبل والسبب الريتراكشن هو الانفلتريشن تو ذا اللاكتيف الرزدكت وفايبروسيس واضح بعد اكو فيتشر اخرى مثلا بلاد ديسشارج يصير عندها زي فيتشر اخرى و بيدرنج سكن شنو هذا هاي يصير مثل شكل يعني مثقبه مثل البرتقاله هيك يصير شنو السكن ليش هذا لانه صاير اوبستراكشن للسوبرفيشال لينفاتيك باي بار كارسينوميتس سيلز فايش راح يؤدي راح يؤدي الى ان يكون اوديما يصير بالسكن والسكن يصير ثيكن اند بروميننت بتوين الدمبلد بورز هنني والسكن يشبه الاورنج بيلز فيصير بيد اورنج فهذا اذا شفت هذا باد ساين ليش قد يكون ميتاستاسيس للاذر سايد قد يصير ابدومينال سيدنج سبريد الى الابدومين وللاوفري وللليفر وكذلك الى الاذر اورجانز وقد يصير ايضا هيماتولوجيكال سبريد عن طريق البوستيرا انتركوستين والكوميونيكيشن مالته ويا الانترنال فيرتبرال بلكسس فيروح الى الفيرتبرا اند برين هذا بروجنوسيس هذا السيرجري يكون اما راديكال ماستكتومي واللي يصير ريموفال اوف ذا بريس والاكزيلري لينف نود والبكتيرالس ميجر والماينر اور مودفاي راديكال ماستكتومي ريموف البريست اند اكزيلري لينف نود اونلي او سمبل ماستكتومي ريموف البريست اللي يهمنا بها اللي يهمنا الابلايد مالتها احنا من يشيلون هاي من يشيلون البريست واللينف نود شنو الابلايد مالتها anatomical applied لازم تعرف الريليشن اوف ذا المنطق فلذلك anatomy of the axilla is very important anterior wall هذا متمثل هاي هي الاكزيلا anterior wall هو بكتيرالس ميجر والماينر يعني الميديال wall هذا هو يتمثل بالسيريتس anterior واللي يمشي عليها اللونج ثوراسيك نيرف ومنها يطلع من التشيست يطلع اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا سكند
intercostal قلنا عليه ذيك الساعه اللي على مود يروح للايد، وهذا البوستيريور وول اللي يكون سبسكيل بالاريس واللاتيزموس دورساي. اوكي، فهذني النيرفات قد لازم تعرفين، لانه هذني يصيرن بهاي المنطقه قد يكون عرضه للاصابه او بالايتروجينيك انجري، يعني الجراح قد يضربها. اوكي، فاذا وهذا قلنا هذا اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا سكند انتركوستال سبيس اللي هو اسمه انتركوستوبراكيال نيرف. زين، واحنا وين شيء اللي يجهز وليش جايب هاي المنطقه هذه. كذلك قلنا اذا انضرب اللونج ثراسك ايش راح يصير عندك، هاي هم لازم تعرفها. اوكي، جي اوف ذا البريس، الامبريولوجي اوف ذا بريس، يبدي تكوين البريس بالاسبوع السابع من الامبريو، او فيرست انديكيشن مالته هو ظهور الميلك لاين. الميلك لاين هو عباره عن ثيكن اكتوديرم، باند اوف ذا الاكتوديرم، ثيكن اكتوديرم appear on either side extended from the axilla to the groin، الى الجروين اكستند. هذا اللاين راح على طول، هذا اللاين راح يتكون الميموري جلاند بالانيمالز على طول، ولهذا بالانيمال تشوف عندهم مالتيبل جلاندز ميموري جلاندز. بالهيومنز هذا اللاين ديسابيرز كومبليتلي اكسبت سمول بورشن بالبكتيراليس ميجر. هذا الموجوده بالبكتيراليس ميجر ها كلها راح يصير لها اضمحلال، بس بالمنطقه البكتيراليس راح يصير بها ثيكن اند سند اوف كورد سوليد كورد من 15 الى 20 اللي راح تخترق الميزنكايمه. هو اكتوديرم، هو اكتوديرم راح يخترق الميزنكايمه. اوكي، ويكون البريست. الاكتوديرم يكون النبل عند الاريولا. اوكي، والميزنكايمه تكون الجلاندولار، الجلاندولار تشو. كونجنتال انومالي مالته قد يكون عندي زياده بالاكسسوري نبل موجوده عندي due to persistence of the memory line. قلنا الميموري لاين هنا ما مختفي من كل الجهات، صاير بهنا المنطقه عندها صاير موجوده ميموري لاين. اوكي، فموجود هنا، فقد along دائما لازم من يكون موجود هذا لازم القى along الاوريجينال لاين، ما القى بالنص هنا ولا القى بالبوتك ولا القى بالايد، لا القى لازم along الميلك لاين اللي يمتد من الاكزله الى الجروين هنا. اوكي، هاي هنا هم عنده اكسسوري نبل. زين، هاي عندها اكسسوري نبل هنا، هنا هاي عندها اكسسوري نبل هنا. اوكي، اور بوني ماستيشيا. شنو بوني ماستيشيا؟ هو اكسسيف بريست تشو، بريست تشو موجود، ذاك كان بس نبل، هنا بريست تشو موجود، بريست تشو هم موجود اون ذا الالونج الميك لاين، يعني اقدر القاه هنا بالجروين، اقدر القاه اسفل بعد بالابدومين، بس اون ذا الكورس اوف ذا. او قد يكون اماستيا اور ابليجيا اور هايبوبليجيا. اماستيا يعني شنو؟ هاي يعني نو جلاندولار تشو، نو نبل، نو اريولا، يعني كلها مثل هاي مخفي كل شيء ما عندها. زين، اماستيا ابليجيا النبل والاريولا ار بريزنت بس نو اريولا تشو، هاي نشوفها بحاله البولاند سيندروم. زين، والهايبوبليجيا هاي نشوفها في حاله الترنر سيندروم، يكون شو مايكرو مايكرو بريست، مايكرو ماستيشيا. زين، فهذا يكون ريدمنتري بريست صغير، اندر ديفلوبمنت، هاي اندر ديفلوبمنت بريست. واثيليا هاي ابسنت النبل، النبل ما موجود، النبل ما موجود. انفيرتد نبل قد تكون هاي كونجنتال وقد تكون اكواير. نيولي اوكيرنس ريتراكشن نبل اور انفيرتد نبل، هذا هايلي اندكس هايلي سسبنشن لازم فور مالجنسي اذا حديثه، لكن اذا كونجنتال قديمه هاي ما يحتاج لها تداخل، وانما هاي اثناء نعوفها بدون علاج، وانما اثناء الرضاعه يطوها شنو؟ شيلد، نبل شيلد اللي تسوي لك اللي تساعد على ريفيرت ذا ريتراكتد نبل.
المال بريست هذا قلنا المال بريست هو يكون الامبريولوجيكال ديفلوبمنت اند جروث للبريست يكون ايدنتيكال بين بوث سكسز، بس بالميل راح يصير شنو؟ يصير له ليتل اديشنال ديفلوبمنت للجلاند بالبوست نيتال لايف، اوكي؟ فيبقى ريدمنتري. لكنه شنو عنده؟ ستراكشر ماله هو يشبه الاميتشور فيميل بريست. النبل سمول، البريست كونسيست اونلي سيستم اوف داك امبيدد بال الكونكتيف تيشو، والبريست تيشو نوت اكستند بيونج المارجن اوف ذا الاريولا، اوكي؟ وقد يكون افكتد باي بريست كانسر، قد يصير به ايضا بريست كانسر، اوكي؟ جاينوكوماستيا شنو هذا؟ يصير له هايبر اكتيفيتي وهايبر اتروفي للبريست تيشو. هذا اوكير باليونج مان شنو بيوبرتال هايبرتروفي اور بالاولد مان يصير ايضا، او قد يصير نتيجه الميديكيشن او هرمونال تريتمنت. شكرا جزيلا. هذا السؤال اللي اذا اريد ان يجيب سؤال راح يجيب هالصيغه هاي، يعني بريست فيميل عندها ماس بالبريست ومده 6 اشهر، واثناء الفحص هاي شفنا انه هاي الماس ايش بيها فيكسد، البريست فيكسد تو ذا تشيست وول والنبل ريتراكتد والسكن بدورنج او اللارجمنت اوف انتيرير اكزيلر ريف نود، واسالك عليها ليش عنده نبل ريتراكشن، ليش عنده بدورنج، ليش عنده شنو سيجنيفيكانت اوف ذا الانتيرير، وش يسموها هاي الانتيرير ليف نود، وشنو البروجنوسيس ماله، هاي كلها لازم تعرفها انت لان كلها حكيناها، ليش فيكسد التيومر هنا وهكذا. وشكرا جزيلا.